أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي. أكيد نتابع خلالها الكثير من الفقرات اللي تهتم بالمجتمع والمرأة والأسرة والطفل، وأكيد آخر الأخبار المتداول. أهلا يا عبير وريم. أهلا بكم. طبعا إحنا كنا قاعدين نتكلم عن بعض الأخبار اللي كنا قاعدين نقرأها مع بعض، ولليوم حنقولها للمشاهدين. تعرفوا تايم سكوير في نيويورك؟ أكيد. الحلو في الموضوع أنه تايم سكوير حاليا في الشاشات الكبيرة اللي موجودة في نفس الشارع الرئيسي عندها شاشات HD أو عالية الجودة. الجميل في الموضوع أنها حطت صور لسيدات أو شابات سعوديات رائدات، واستعانت ببعض العبارات المطابقة لرؤية 2030. خلينا نأخذ هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. أرحب معي عبر الهاتف بسلافة بترجي، رائدة أعمال. حياك الله سلافة. اهلا وسهلا فيكم مجلة سيدتي، الله يحييكم. الله يسلمك. طبعا في البدايه احنا نحب نبارك لك، وابغى اسالك عن شعورك لما شفتي صورتك موجوده ضمن الشابات السعوديات والرائدات في شارع نيويورك تايم سكوير. طبعا اول شيء يعني شكرا على التهنئه. طبعا اول شعور كان شعور المفاجاه حقيقه. يعني انا من زمان وانا ادعي ربنا انه يجعلني لسان صدق في العالمين، فالواحد يكون رسالته يوصلها على مستوى العالم. بس حقيقه ظهور الصوره على شاشات التايم سكوير كانت مرحله مختلفه، ويعني وصول ما حسميه بس على مستوى امريكا كدوله، ولكن حتى على مستوى العالم كله. فانا مرة أفتخر بالتقدير هذا، ومرة أشعر بالامتنان وبالثقة اللي وضعت فينا واللي يعني شعرنا بها نتيجة الاختيار أن إحنا نمثل دولتنا ووطننا في موقع عالمي بهذا المستوى، وعلى مستوى يعني نطاق جدا كبير. أكيد. شعور الفخر والامتنان ومشاعر صراحة مرة مختلطة، بس يعني لا شك أنها شعور الفخر والامتنان على أعلى مستوى. أكيد. وحتى إحنا أكيد نفتخر بكم سادة سلافة. يعني نظرة العالم للمرأة السعودية خصوصا في السنوات الأخيرة كيف تشوفيها؟ طبعا المرأة السعودية، أول شيء أنا من المؤمنين بالمرأة السعودية، ودائما أقول إنه لا ينقصها، مو بس لا ينقصها، هي تمتاز بمهارات بإمكانيات وبشجاعة وبجرأة قد لا تكون موجودة في نساء أخريات من مجتمعات أخرى. الفرق إنه إحنا كمجتمع لينا خصوصيتنا وعندنا تحفظ على جوانب مختلفة. اللي صار في المرحلة أو في الفترة الأخيرة حقيقي صار التركيز وتسليط الضوء على نماذج مختلفة من المجتمع وأدوار مختلفة بتلعبها المرأة السعودية. تسليط الضوء هذا أعطاها حقها، وأعطى جرأة للأخريات إنهم يبرزوا حتى بصورة أكبر. طبعا هذا مرة مهم بالنسبة لتواجدنا كسيدات سعوديات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى حتى العالمي. يعني أنا أحمل نفسي أن جزء من مسؤولية عدم الظهور الكامل في السابق، وجدا سعيدة بالتوجه الاستراتيجي في إظهار المرأة السعودية وإمكانيات اللي هي كانت موجودة عندها من أول، ولكن ما تم التركيز الضوء عليها ولا تم إعطائها فرصة أن هي تظهرها. فلا شك أن التوجه الجديد هذا توجه لمصلحة المرأة السعودية بصفة خاصة، للمجتمع السعودي بصفة عامة، ولأي مرأة حتى في العالم، لأن من تشوف أنه لها قرينات في العالم كله عندهم نفس الجرأة ونفس الطموح ونفس القدرات. يعني هذا بدينا فرصة إحنا نتنافس حتى مع السيدات الأخريات في محافل دولية وإقليمية. جميل. سرافة، يعني أعتقد أنت بكلامك هذا جاوبتي على سؤال التالي لك، اللي هو كيف ممكن تعكس مثل هذه الأمور الصورة النمطية للسيدات في المجتمعات، خصوصا صورة نمطية لطالما سادت لدى الغرب. أيوة، زي ما قلت يعني إحنا نتحمل جزء من بناء هذه الصورة، ولكن الآن مع التوجه الجديد وزي ما قال ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان، قال إن المرأة السعودية أخذت حقوقها، صح، ما لسه ما اكتملت، والآن الفترة الجاية هي الفترة التي ستحصل فيها على حقوقها. فإحنا بدأنا مشوار قبل فترة، الآن أنا أشعر إنه إحنا انحطت المرأة السعودية على المسار الصحيح. جميل. وبسرعة. وهذا الجميل في الموضوع إنه بسرعة بسبيد عالي،
حيمكننا ان شاء الله انه نثبت نفسنا في المحافل العالميه. يمكن يا سلافة القرارات الاخيره اللي صدرت خلال السنتين هذه سنه 2018 وفي اواخر 2017 هي اللي شجعت السيدات عندنا ان هم يطلعوا ويبانوا ويبرزوا، زي ما انت ذكرتي انه انت تتحملي جزء من عدم ظهورك خلال السنوات اللي راحت، ولكن كمان هذه القرارات ساعدت جرأت السيدات في المملكه العربيه السعوديه من الظهور، مو كده؟ صحيح، اتفق معك 100%. الدافعيه في مجال علم الذكاء العاطفي، هذا مجال تخصصي، الدافعيه عندنا احنا موجوده، ولكن دائما في تحفظ المجتمع وفي القوانين الاجتماعيه اللي يعني احنا نحترم وجودها. الان بما انه جات سلطة وصوت أعلى يشجعنا ويحفزنا أنه إحنا نظهر وأنه إحنا نبرز مهاراتنا وقدراتنا وأحلامنا، لا شك هذا فتح لنا مجال أنه خلاص ننطلق بكل قوة وبأعلى دافعية. نعم، يعني سراف زي ما ذكرتي أنه المرأة السعودية لا ينقصها الجراءة حتى والإمكانية، وفوق هذا كله ما زلنا متمسكين بأخلاقنا وقيمنا والأشياء الكثير اللي يعني كبرنا عليها والمجتمع يعني اوريدي هو فارضها علينا واحنا كمان متقبلينها بكل صدر رحب. لكن ابغى اسالك اذا في كلمه تحبي توجهيها لسيدات الوطن. كلمه انا كثير كررتها وارجع اكررها وحكررها في كل فرصه تجيني، النجاح يجي من داخلنا. طول يعني دائما اقول لاي فتاه او سيده، مو فقط صديق، اي فتاة أو اي امراه، لازم يكون عندنا الجرأة انه احنا نحلم. نعم. ولازم احلامنا تخوفنا. اذا حلمي ما يكون يعني بالجرأة الكافية انه هو يخوفني، معناتها انا ما تركت اماكن الراحة حقتي، الكومفورت زون حقتي، علشان اقوم بعمل وبانجاز لسه ما له مثيل. فضروري نترك اماكن الراحة حقتنا، وضروري نحلم بجراءة، وضروري نتأكد انه احلامنا تخوفنا علشان فعلا نحقق شيء ما حد حققه قبل كده. أكيد، يعني أهم شيء الواحد يؤمن بأحلامه عشان ينفذها. أستاذة سلافة بترجي رائدة الأعمال، شكرا لمداخلتك معنا.